مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة لأذكركم بالحصيلة الجديدة للحالة الوبائية بالمغرب خلال 24 ساعة الماضية، حيث أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين عن تسجيل 1422 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 119107 حالة بالمغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ 2,456,550 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل للأسف 44 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا بالمغرب إلى 2,113 حالة. أقول وتم التأكد من 1,877 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 97,468. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن أشير مشاهدينا الكرام على أنه من بين 1422 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فتم على مستوى عمالة طنجة أصيلة تسجيل حالتين فقط، وهو رقم أدنى رقم تسجله عاصمة البوغاز منذ انتشار وباء كورونا شهر مارس الماضي، وتسجيل صفر حالة وفاة. إذن هذا خبر سار لساكنة مدينة طنجة التي يظهر على أنها ملتزمة بالتدابير الوقائية والاحترازات الضرورية للتصدي لانتشار فيروس كورونا. إذن لأول مرة مشاهدينا الكرام عاصمة البوغاز تسجل حالتين فقط بفيروس كورونا وصفر حالة وفاة. إذن فمزيدا من التدابير الاحترازية حتى تصل المدينة إلى صفر حالة. وأذكركم كذلك مشاهدينا الكرام بباقي نتائج الحصيلة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة. بتطوان تم تسجيل بها حالتي وفاة للأسف و17 حالة، بالمضيق فنيدق 5 حالات، بالعرائش 11 حالات، طنجة أصيلة كما ذكرت حالتين، وزان حالتين، شفشاون حالة واحدة، والحسيمة حالة واحدة. إذن صار لساكنة مدينة طنجة التي تسجل حالتين فقط للإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية وصفر حالة وفاة، بعدما كانت طنجة تتصدر حصيلة الوفيات على المستوى الوطني. إذن خلال 24 ساعة الماضية و 48 ساعة الماضية لم تسجل ولله الحمد أي حالة وفاة بعمالة طنجة أصيلة، وتسجل فقط حالتين فقط. نتمنى من ساكنة طنجة أن تستمر في احترام التدابير الوقائية سواء في الأماكن العمومية والتباعد الجسدي حتى تصل المدينة إلى صفر حالة فقط، وتصنف من المنطقة رقم 2 إلى المنطقة رقم 1. إذن مشاهدينا الكرام، نحن في هذا المباشر وبالضبط من أمام مستشفى محمد السادس بطنجة، هذا المستشفى الذي كان يستقبل المصابين بفيروس كورونا وكانت تسجل به أعلى حصيلة الوفيات على المستوى الوطني بقسم الإنعاش، ولله الحمد الآن لم تسجل أي حالة وفاة بهذا الفيروس. كما أشير بأن المستشفى
على أن مستشفى محمد السادس بطنجة لم توجد به أي حالة إصابات بفيروس كورونا، وبدأ يستقبل المرضى بشكل عادي، حيث اكتفت المديرية الجهوية للصحة بمستشفى دوقديتوفر بسوق البقر، هي المؤسسة أو المشفى الوحيد الذي خصص لاستقبال مرضى كوفيد 19. إذا مشاهدينا الكرام، أذكركم مرة أخرى بالحصيلة الجديدة لفيروس كورونا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة. بتطوان سجلت 17 حالة وللأسف حالتي وفاة، بالعرائش 11 حالة، بالمضيق الفنيدق 5 حالات، بعمالة طنجة أصيلة حالتين، وزان حالتين، شفشاون حالة واحدة، والحسيمة حالة واحدة. إذا مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على تتبعكم هذا المباشر من طنجة، قدمت لكم فيه الحصيلة الوبائية على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي، حيث عرفت طنجة سجل أدنى حصيلة منذ بداية الفيروس الشهر الماضي، ولله الحمد تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وصفر حالة وفاة. وهذا خبر صار لسكنة طنجة التي ندعوهم بهذه المناسبة، ندعوهم بالمزيد من الحيطة والحذر، ونبقوا على بال باش إن شاء الله نوصلوا إلى صفر حالة. تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، ألقاكم في مباشر آخر، إلى اللقاء.